احكي لي كده على المواقف اللي موجوده في فيلم لا مؤاخذه وترجمها لي كده المواقف اللي حصلت ليك. اصلا مامتك كانت بتجيلك المدرسه كتير ليه او كانت بتوصلك؟ يعني قول لي بقى التفاصيل دي كده يا عمرو واربطها بالفيلم. هو الفيلم تقريبا 90% من الفيلم مبني على قصتي الحقيقيه، يمكن باستثناء بس فكره الحته الدينيه اللي في الفيلم، ان الولد كان مسيحي في الفيلم، بس هو في يعني انا كنت مسلم طبعا. بس الفيلم انا لما رجعت من السعوديه ودخلت مدرسه كده، وبعد كده لما دخلت اعدادي قالوا لي، كان ساعتها يعني في منطق كده ان الاعدادي في الحكومه احسن من الخاص وكده، بره في الخارج ان الحكومي احسن من الخاص. فدخلت فعلا مدرسه الحكومه اللي قدام البيت على طول، والمدرسه انا دخلت فيها اللي قدام البيت مخصوص علشان اشوفه هو بياكل الساندوتش في الفسحه. كان شباك الفصل، كان شباك الفصل قدام الشباك. ده السبب الوحيد اللي دخلته المدرسه. دخلتك مدرسه حكومه قدام البيت عشان تبقى شايفاك وانت في الفصل يا عمرو. بالظبط. فانا كنت فعلا ببص كده اشوفها واقفه في البلكونه ولا لا وانا قاعد في الفصل. وبعدين طب معلش بقى، معلش، دي حاجه صعبه قوي بالنسبه لاي ابن يا عمرو. رقابه دائمه، رقابه. وانا في فتره اعدادي دي كلها ما فيش حاجه اسمها ان انا اخرج مع اصحابي او انزل الشارع او اركب تاكسي او اروح النادي لوحدي، ما كانش فيه كلام ده خالص. فزي في الفيلم بالظبط، يعني بطل كان في مشكلته في الفيلم ان امه جات له المدرسه، ان دي اكتر حاجه ما ينفعش تحصل في مدرسه حكومه، ان انت امك تيجي المدرسه يعني تشتكي لك، يعني دي حاجه تخليك فرفور في لحظه يعني. لا تبقى مرفوض وتبقى ابن امك وتبقى يعني دلوعه وكل حاجه. بعمل المستحيل ان انا ما تجيش لاي سبب، لحد ما في يوم كانت في خناقه جامده وبتاع، فراجع دم ومتقطع وبتاع، فجت تاني يوم كانت كارثه طبعا. حاجه تانية ان انا طبعا كانت برضه بتحلق لي شعري في المدارس اللي في المدرسه حتى اللي قبلها او في اي حاجه، لازم هي اللي توصلني، ما فيش حاجه اسمها ان انا اركب تاكسي او اروح لوحدي. فيها حته ان لازم، يعني في حته في الفيلم بتكلم على الوجبه المدرسيه اللي كان بياخدها معاه، الساندوتش والتفاحه والعصير، ده طبعا كانت لازم بتاع، ولو رجعت بيهم تبقى كارثه، لازم اخلصهم. فكانت في القصص دي كلها تقريبا مستوحاه من 100% من ال. بس انت ما كنتش بتعترض، ما كنتش بتتمرد، ما كنتش بتتخانق معاها؟ يعني انا فاهمه ان انت متربي، بس برضو معلش، هي ام مش كلمه شديده، هي ام ناصحه وواعيه بس مصره على الـ على الـ على اختياراتها. انت كان بيبقى رد فعلك ازاي يا عم؟ ما انا عشان كده كنت مشاكس جدا. وبعد كده لما ثانوي وجامعه بقى كنت يعني بره السيطره تماما، يعني هم كان يعني في جمله كده مش عارف اقولها ولا لا، بس هم على طول بيقولوا سهام ربت العالم، عشان هي كانت مدرسه يعني، وعمرو هو اللي ربى سهام. لا استنى، اقول لي مش سامعه.